ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم آمين. ثم قلت: باب البناء ضد الإعراب. والمبني إما أن يضطرد فيه السكون وهو المضارع المتصل بنون الإناث نحو يتربصن ويرضعن، أو الماضي المتصل بضمير رفع متحرك كضربت وضربنا، أو السكون أو نائبه وهو الأمر نحو اضرب واضربا واضربوا واضربي واغزو واخشى وارمي. صوت واضح سيدي؟ تمام. وأقول: قد مضى أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، وذكرت هنا أن البناء ضد الإعراب، فكأنني قلت: ليس البناء أثرا يجلبه العامل في آخر الكلمة، وذلك كالكسرة في هؤلاء، فإن العامل لم يجلبها بدليل وجودها مع جميع العوامل. والبناء نعم، وذلك كلزوم هؤلاء للكسرة، ومنذ للضمة، وأين للفتحة. لاحظوا إخواني، قوله لزوم آخر الكلمة حالة واحدة يقابله تعريف الإعراب وهو تغير أواخر الكلمة. فترون أن الإمام هنا عرف البناء باعتبار أنه معنوي أيضا. نقول إن الإمام عرف الإعراب بناء على أنه لفظي وهو أثر ظاهر أو مقدر. الإعراب هو الضمة نفسها أو ما ينوب عنها، أثر ظاهر أو مقدر، لكنه ها هنا خالف نفسه فقال: والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. هذا التعريف يصح على مذهب من يقول إن الإعراب معنوي. نعم. أما الذي يقول إن الإعراب لفظي فسيقول البناء مثلا ما جيء به لا لبيان مقتضى عامل، ما جيء به يعني الشيء الذي جيء به في آخر الكلمة لا لبيان مقتضى عامل. أما قولها هنا فهذا فيه تسمح، ولذلك من صنف استهدف. طبعاً هو المشهور في البيت كذلك؟ نعم، هو المشهور أيضاً يعني. طبعاً هو المشهور، لكن قلنا اضطراداً لابد أن يبين هذا، إضافة إلى أن الإمام رحمه الله تعالى عرف الإعراب بناء على أنه لفظي، ثم قال بعد ذلك أنواعه وعلاماته، وقلنا هذا لا يصح على مذهب من يقول إن الإعراب لفظي. هذا يصح على مذهب أن يقول إن الإعراب معنوي، تغير، والتغير له علامات. أما إذا كان لفظية لا، هو نفسه التغير، الضمة نفسها ليست علامة، وإنما نقول فاعل مرفوع رفعه الضمة. نعم، على كل حال هذه تسمحات لا إشكال فيها، لكن لابد من بيان المنهج في مثل هذا. لم أفهم شيخ مؤيد، يضطرد المعنى الدقيق لها في هذا السياق؟ لم أفهم السؤال. بقصد مولانا كثيرا ما تستخدم أنت كلمة يضطرد أو اضطراد، يعني ينقاص، ما له معنى غير ذلك يعني بال... جزاك الله خير. تماما، هو هذا بهذا المعنى. نعم. طيب، قال: ولما فرغت من تفسيره شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه، وذلك أنني جعلت المبني على 9 أقسام. الأول المبني على السكون وقدمته لأنه الأصل، والثاني المبني على السكون أو نائبه المذكور في الباب السابق وثنيت به لأنه شبيه بالسكون في الخفة، يعني المبني على حرف العلة وقد ذكر في الباب السابق، والثالث المبني على الفتح وقدمته على المبني على الكسر لأنه أخف منه، والرابع المبني على الفتح أو نائبه المذكور في الباب السابق، والخامس المبني على الكسر وقدمته على المبني على الضم لأنه أخف منه، والسادس المبني على الكسر أو نائبه المذكور في الباب السابق، والسابع المبني على الضم، والثامن المبني على الضم أو نائبه، والتاسع ما ليس له قاعدة مستقرة،
بل منه ما يبنى على السكون وما يبنى على الفتح وما يبنى على الكسر وما يبنى على الضم، وسأشرحها مفصلة إن شاء الله تعالى شرحا يزيل عنها خفاءها. تماما سيدي. أما عن السؤال هل نقول نحو أو نحو والفرق بينهما؟ كلاهما صحيح أستاذ حسين، كلاهما صحيح. قل نحو يعني ذلك نحو، المبتدأ مرفوع، نحو يعني ذلك نحو. نعم، نحو صحيحة أيضا، صحيحة، وتكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف، يعني نحى نحو هذا المثال، نحى نحو ذلك. نعم، لك أن تقول مفعولا بفعل محذوف أعني نحو، لك أن تجعله حالا على تقديره بمشتق ناحيا يعني ممثلا له بكذا. والرفع أشهر في مثل هذا. نعم تابع سليم. نعم. الباب الأول، ما لزم البناء على السكون وهو نوعان، أحدهما المضارع المتصل بنون الإناث كقوله تعالى والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن، فيتربصن ويرضعن فعلان مضارعان في موضع رفع لخلوهما من الناصب والجازم، ولكنهما لما اتصلا بنون النسوة بنيا على السكون، وهذان الفعلان خبريان لفظا طلبيان معنى، طلبيان معنى، ومثلهما يرحمك الله، وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة، فكأنهن امتثلن، فهما مخبر عنهما بموجودين. الماضي متصل بضم. هو يتكلم هنا على المبني على السكون، المضارع المبني على السكون. ثم أشار إلى مسألة لطيفة جدا، وهو أن قوله تعالى والمطلقات يتربصن هو خبر، خبر في المعنى البلاغي يعني ما يقابل الإنشاء، لكنه بمعنى الإنشاء، هو المعنى والمطلقات ليتربصن، ليتربصن، لكن لماذا عدل من الإنشاء إلى الخبر؟ لا بد لذلك من معنى مقصود ومن نكتة. الإمام أشار إلى نكتة لطيفة وسنذكر غيرها، قال وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة فكأنهن امتثلن فهما مخبر عنهما بموجودين. هذه نكتة ذكرها الإمام، الحث على المسارعة، وكأنه يخبر عن شيء قد حصل. تماما أحسنت، الدلالة على سرعة الامتثال صحيح، وكأنه قد حصل. نعم، والبلاغيون يفيضون في هذا المعنى أكثر ويذكرون لطيفة في هذه المسألة. لاحظ، أنا أريد أن أحملك على الذهاب معي إلى مكان معين، تذهب معي في رحلة، أقول، لاحظ، لا أقول اذهب معي، لا أتي بصيغة الأمر، لا أريد أن أباشرك بصيغة الأمر، أخفف عنك ثم أحملك على الذهاب معي بألطف ملحظ، أقول أنت تذهب معي إلى الرحلة، أنت تذهب معي إلى الرحلة. هذا كلام خبري، والخبر يحتمل التصديق والتكذيب، فإذا أنا لم أذهب معك إلى الرحلة أكون قد كذبتك في خبرك. وصلت فكرة يا جماعة؟ أكون قد كذبتك في خبرك، وهذا يعز علي، كيف أكذبك في خبرك وأنت عزيز علي غال عندي؟ هذا ملحظ دقيق تحمل فيه المخاطب على الامتثال بألطف صورة. أقول له أنت تذهب معي إلى السوق، يقول والله إذا ما رحت كذبنا للرجل، قال أنت تذهب إلى آخره، هذا غير قولي أنت اذهب معي إلى السوق. نعم، وهكذا قوله تعالى والمطلقات يتربصن صار خبرا، والمؤمن لا يكذب الله في أخباره، إذا لم يمتثل صار الخبر مكذبا، وها هنا مشكلة كبيرة، ولذلك المؤمن يسارع إلى الامتثال. هذه نكتة دقيقة يذكرها علماء البلاغة في العدول
في العدول من الإنشاء إلى الخبر، إضافة إلى ما ذكره الإمام من سرعة الامتثال والتلقي، بل لعل ما ذكرته يفضي إلى ما ذكره الإمام. يعني الإمام طوى ما ذكرته وذكر النتيجة يتلقيها بالمسارعة. طيب لماذا؟ لأنه صار خبر، ما عدت تستطيع أن تكذب الله في أخباره. نعم نعم سيدي. الثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك، نحو ضربت وضربت وضربت وضربنا زيدا، والأصل فيه ضرب بالفتح، فاتصل الفعل بالضمير المرفوع المتحرك وهو التاء في المثل الثلاثة الأول لأنها فاعل، ونا في المثال الرابع وهما متحركان. وأعني بذلك أن التاء المتحركة والحرف المتصل بالفعل من نا وهو النون متحرك، فلذلك بنيت الأمثلة على السكون. يعني بعبارة إخوة يا كرام، لماذا بني الأصل أن يبنى الفعل الماضي على الفتح، لكن لماذا يبنى على السكون؟ كي لا يتوالى أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فيما هو كالكلمة الواحدة، ضرب زائد التاء المتحركة يصبح ضربات، والفعل والفاعل قد استقر عند النحاة بعشرة أدلة أنهما كالكلمة الواحدة، أن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، ولذلك يستثقلون فيهما ما يستثقلون في الكلمة الواحدة، وهم يستثقلون في الكلمة الواحدة توالي أربع متحركات، فاستثقلوا في الفعل والفاعل توالي أربع متحركات، فلم يقولوا ضربت، قالوا ضربت. لاحظ هذا ليس للفعل والمفعول، تقول ضربنا عادي جدا، لأن الفعل والمفعول ليسا كالكلمة الواحدة، الفعل أجنبي عن المفعول، لأن الفعل قد يستغني عن المفعول لكنه لا يستغني عن الفاعل، الفاعل عمدة أحد طرفي الإسناد لا يمكن الاستغناء عنه. لعلك تقول لي طيب ماشي، أنا جئت معكم ضربنا سكننا الباء حتى لا يتوالى أربع متحركات، طيب استعملنا، أين المتحركات الأربع؟ ما عندنا. نقول لك نمت وأدلج الناس، استعملنا يحمل ما ليس فيه علة على ما فيه علة، وهذا ما يسمى طرد الباب على وتيرة واحدة، بما أنها جميعا أفعال ماضية واتصلت بضمير متحرك خلاص تعطى حكما واحدا، كي لا يكون هناك تفرقة وتشغيب فيما هو يعني يعمل عملا واحدا. إذن الماضي المتصل بضمير متحرك يبنى على السكون بضمير رفع متحرك، ضربت ضربنا ضربنا. طيب ما لم يكن فيه علة يعني لم يتوالى فيه أربع متحركات أيضا نسكن آخر الفعل حملا له على ما توالى فيه، طردا للباب على وتيرة واحدة، وهذه القاعدة لها مئات الشواهد في كلام العرب. طيب متابع هذه الفكرة؟ نعم سيدي. قال واحترزت بتقييد الضمير بالرفع من ضمير النصب، فإنه يتصل بالفعل ولا يغيره عن بنائه على الفتح الذي هو الأصل فيه، نحو ضربك زيد وضربنا زيد، وبتقييده بالمتحرك من الضمير المرفوع الساكن نحو ضربا وضربوا، فإنه لا يقتضي سكون الفعل أيضا، بل يبقى آخر الفعل فيه قبل الألف مفتوحا ويضم قبل الواو كما مثلنا. على أن الإمام الفراء، وأما نحو الإمام الفراء رحمه الله له ملحظ جميل، قال ضمير الفعل إذا لم يتصل به ضمير رفع بني على الفتح، ضرب ضربت، فإذا اتصل به ضمير رفع إن اتصلت به ألف الاثنين بني على الفتح لأجل ألف الاثنين، لأنه وجد أن ضمائر الرفع مغيرة، بني على الفتح لأجل ألف الاثنين، كما أنه يبنى على الضم لأجل واو الجماعة، ويبنى على السكون لأجل الضمير المرفوع المتحرك، فحمل ألف الاثنين عليها، وهو ملحظ جيد عند الفراء. يعني الإمام ابن هشام يقول هنا لا، ضرباء مبني على الفتح في الأصل، الألف لم تغير فيه،
نعم الفراء يقول لا هذا فتح جديد، فتح جديد نعم. لماذا لا نعلل عند الإعراب بهذه العلة؟ تمام جيد، سؤالكم جيد. هل عند الإعراب هل هو مبني على السكون؟ بعض النحاة قال، بعض النحاة قال الفعل مبني على الفتح أبدا، وهو مذهب المحققين منهم. وابن هشام يشير إليه في شرح القطر هنا، لا قال يبنى على السكون. عند الضم هنا قال يضم، ما قال يبنى على الضم، لأن الصحيح أن البناء على الضم لا يدخل الأفعال، البناء على الضم لا يدخل الأفعال. تجد الإمام هنا قال ويضم قبل الواو كما مثلنا. طيب على مذهب المحققين كيف نعرف ضربته؟ نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر، فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره ثقل توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لكن الله رحمنا عن أن نجري هذا المجرى في الإعراب مبنيا على السكون ذات المشكلة. نعم لا سيدي هو يعني مجرد لا يبنى عليه يعني أثر عملي، لا لا يبنى عليه، لا يبنى عليه أثر عملي، لكن هو مجرد طرد للقوانين، يعني وجد أن ضمير الرفع مغير، الواو ضمة لأجلها، نون الإناث، التاء المتحركنا للفاعلين، سكن آخر الفعل، فإذا الألف هذه أيضا ضمير الرفع بني على، بني على الفتح. وهذا أيضا له نظائر في كلام العرب، يعني قد يفيدنا هذا مذهب الإمام الفراء هنا، هذه جزئية تفيدنا للاستدلال في مسائل أخرى يحصل فيها أثر، مثل بعض مسائل التصريف. طيب قال ويضم قبل الواو، آمين آمين، نعم سيدي ويضم قبل الواو، نعم نعم. وأما نحو اشتغل لالة بالهدى ونحو دعوا هنالك ثبورا، فالأصل اشتريوا بياء مضمومة قبل الضمير الساكن، ودعوا بواوين أولهما مضمومة قبل الضمير الساكن، ثم تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفين، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، ومعنى دعوا هنا ثبورا قالوا يا ثبوراه أي يا هلاكاه، يا هلاكاه تمام، يا ثبوراه يا هلاكاه. فإذا ها هنا دعوا أصلها دعاه، الواو متحركة وقبلها فتح قلبت ألفا دعاو، الألف هذه لام الفعل التقت بواو الجماعة حذفت الألف دعوا على وزن فعوا، مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة، طبعا هذا على مذهب التيسير، مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة. إذا قلنا مذهب التحقيق نقول مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره مناسبة الحركة المناسبة لواو الجماعة. نعم والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وأكرمكم. جزاكم الله خيرا يا أستاذ. آمين. بعضهم يخطئ أن تقول منع من ظهورها اشتغال المحل، وكان عليه أستاذنا الدكتور عبد الجليل حفظه الله في جامعة حلب. أذكره. نعم لا يقبل أن تقول منع من ظهورها اشتغال المحل، يقول ينبغي أن تقول منع ظهورها اشتغال المحل، ويقول أستاذنا لأن من للتبعيض يعني منع بعض ظهورها. لما رفعنا هذه المسألة إلى شيخنا الدكتور فخر قال لا الأمر يعني أيسر من ذلك بكثير، من هذه لابتداء الغاية، لابتداء الغاية المكانية المعنوية وليست للتبعيض كما يظن. فالقول صحيح ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى أبدا، يعني إن قلت منع من ظهورها أو قلت منع ظهورها سيان سيان ولا إشكال فيهما إن شاء الله تعالى. وهذا الأمر يعني مبني على اختلاف معنى الحق. نعم. ثم يعني جمهور المصريين أصلا لا يقولون بأنها تخرج عن ابتداء الغاية. الله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يسلمكم إن شاء الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا.